انا عايزك تعد تلاتة وهتلاقي ابوك خارج وبيقول لنا يلا يا ولاد عشان نطلع مصيف. هو ابوك اللي هيقول كده؟ لا لا، انت شكلك وانت ماشي دماغك اتخبطت في حاجة، فعقلك خف. طب ما تجرب كده ومش هتندم. واحد اتنين تلاتة، مفيش حاجة حصلت يعني. يا ولاد جهزوا نفسكم، هنروح المصيف بكرة، انا هخش اجهز حاجتي. يا ابن الايه، عملتها ازاي دي؟ هقولك، انا يا سيدي جبت خط جديد واتصلت منه على ابوك. الو الو، بابا معايا؟ استاذ علي معايا؟ ايوه يا ابني، انت مين؟ معاك ادهم، مسؤول المصايف في مصر كلها. حضرتك كنت حابب بس اعرفك ان الدوله عملت لك هديه، مصيف انت والاولاد مجانا 100% يا فندم، حتى بنزين العربيه لما تيجي هنحاسبك عليه. بجد؟ طبعا يا فندم بجد، بس بشرط.